راجل وجوي طقو راجل. اللغة النوبية للأسف قربت تندثر. الجيل اللي طالع اللي هو عنده 14 سنة و 13 سنة ونازل مفيش حد. حتى القرى دلوقتي ما بقوش يعلموا الأطفال زي زمان. زمان الأطفال كانوا بيتعلموا اللغة النوبية قبل ما بيتعلموا اللغة العربية. كما 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 لما كنا في المدارس كنا بنتكلم كده زي العربي بتاع الخواجات، فكنا مصدر تندر وسخرية من اللي هم مش نوبيين. لأني بعد كده لما عيالي ما خليتهمش بقى يتكلموا نوبي، يعني منعتهم انهم يتكلموا نوبي من صغرهم عشان خاطر ما يمروش بالمصاعب اللي مريت بيها في المدارس. Swandogo ringa sirki noi tirsa siu galando ozo la ba onate ogoge ma benne zoli aba onate ogoge ma benne fejil nonate re walla desse toter.